الاقتدار اللي كاين فيها على مستوى السيارات، وهذا الخلط اللي كاين في البنيه على مستوى البنيه التحتيه، وهذا الهجره الغير منظمه، السرقه والخطف والانسان هنا رغم انه خدام هو كيعيش ظروف صعيبه. ان هذه المدينه كتشتقر الناس ديالها، خص الناس ديالها يكونوا في المستوى صراحه، بان الناس ديالها عندهم مصالح شخصيه هي اللي مغلبه لهم المصلحه العامه. سي طنجه مدينه مزيونه، ولكن ملي كتدخل الاحياء الشعبيه فهمتي تما كتدور الحاله ديالها بحيث الزبال فهمتي كنجبروا شي نظافه، وكاين بعض الاحياء اللي فهمتي بعادين تصطفك يعني هيدا تصطفك ولا الاسعاف ولا بومبيروس ما كتدخلش، وحتى التاكسي هيدا اللي كان شي واحد مريض ولا شي حاجه ما كيدخلش، عاسك دائره المخدرات انتشرت واحد فهمتي كتجبر براني بزاف افارقه مهاجرين داخليين وخارجيين تنهار. اللي ما كتعجبنيش في طنجه هو الشباب الصغار جالسين ما كيقراو ما كيخدمو، ما عندو فيه يمشيو، وعاد كيقولوا باللي كاينه الخدمه وكاين كلشي باللي ما شنا والو في هذه الساعه، واخا العام دخل جديد ما شنا والو، شفنا غير الحقره وغير المشاكل وغير بنادم مسكين في الزنقه مسيين ما كيقرا ما كيخدم، ما كرهناش يشوفونا شي حال بحالنا بحال الناس، ما كرهناش حتى حنا نكونوا مزيانين ونقراو ونخدموا. طنجه مزيانه شنو حنايا هنا بهاد الالعاب العواول ما كيخليوناش، ملي كتجي العطله ديال العواول كيجريو علينا، ما فهمناش هاد القضيه هادي. يعني اللي ما كيعجبنيش فيها هو مثلا ملي نكون شي عندي فلوس صافي هذيك ما كنحملش شي طنجه. طنجه الصراحه ما كتعجبنيش فيها بعض الشباب ديالها، التعنطيس ديالو. المخزن ما كيخدمش في البلاد هذه كاينه، السرقه موجوده، شنو غنقول لك اخر؟ بلعد الاوباش بصح ماشي الاوباش براني لا الظاهره فاسد بزاف. كنشوفوا يساودين النجمه بلاي راه فاسد زعما اكثر مقياس. المهم مخزن وفاسد شنو اخر؟ زعما الامن ما كاينش، والدراري زعما مخدرات ومخدرات الصلبه والكوكايين حشيش زعما هذيك الشيء كثر في الاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه كيكون واحد عدم احترام بالنسبه للناس الناس المحجبين، بالنسبه هادو هما الاشياء اللي شويه ناقصين، اما عاده كيكون احترام للناس كبارين وهذا، هذه من ناحيه الكوتي زعما ديال الاجتماعي، وتنهضروا على الجانب ديال لي زاغريسيون، الناس اللي كيتلاقاو اللي كي عرفت شنو كيسميوهم اللي كي لي زاغريساج، مخدرات، الناس اللي كيتعاطوا المخدرات، مواد منشطه، هادو هما الاشياء زعما اللي كتمس الساكنه ديال طنجه. الام انا كيجيني خدام، بحكم الخدمه ديالي كنخدم بالليل كنشوف انا يعني سهراني خدام. حسب زعما البلايص اللي انا كنكون فيهم. شنو ما كيعجبناش هي مساله الازدحام بزاف. حنايا عندنا واحد دابا المشروع ديال طنجه الكبرى، ولكن باقي الازقه باقي الشوارع باقي الحوم باقي ما يعني ما كاينش كاين التحس بزاف، هادشي اللي كاين. وكاين قضيه الادمان، الاحياء الشعبيه يعني غير امنه بصريح العباره. بعض المناطق كاين فيها الامن، علاش؟ لان موفر لرجال الامن ومناطق امنه نقولوا، ولكن كاين مناطق اخرى اللي صعيبه.